والصلاه والسلام على اللهم صل على سيدنا محمد. بدايه حي الله الجميع، حي الله الاخوان الاهل والعزوه، الله يحييكم ويبارك فيكم. الله سبحانه وتعالى اختار هذه العباده، لا اقول الزواج، بل هي العباده الجليله 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 التي بها مقصد الله سبحانه وتعالى في هذه الارض، وهو عمارتها. سبحان الله. نعم، والله سبحانه وتعالى حين قال: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. اللهم اجعل هذا الزواج سكنا لفضل ودمارة يا رب العالمين. اللهم اجعل زواج كل المسلمين والمسلمات سكنا لهم يا رب العالمين. آمين. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم ربنا اجمع بينهما وبين كل الشباب وشابات المسلمين بالمودة والرحمة يا رب العالمين. إخوتي بالله، رسالة بسيطة نبلغها إلى بناتنا، نقول لهن: يا بناتنا، يا حبيباتنا، يا ورداتنا، انظرن من يأتي ليخطبكن، أنتن ملكات أميرات بيوتكن، من يأتي لخطبتكن؟ كبار القوم عليتهم أفاضلهم، فاحفظي هذه الأمانة لأنك ستكون صاحبة الشرف لأن يأتيك كبار القوم. هكذا هذه الرسالة نبلغها لبناتنا، ولا نعبأ للعابثين بالهواتف ولا بالواتسابات ولا بالأزل الخلوية. بناتنا أميرات ملكات، نسأل الله أن يسترنا جميعا. بارك الله فيكم. لا نقول أتنا أمانة، بل نقول بنتنا فهي من بيت أبيها إلى بيت أبيها إن شاء الله، وحياكم الله. ونرجو من منكم أن تأذنوا لنا بالعروس التي يبنتنا إن شاء الله رب العالمين، إن شاء الله من بيت أبيها إلى بيت أبيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأسهل الإطالة، والصلاة والسلام على رسول الله. الفاتحة. قبل ما تقرأ الفاتحة، نعم، هاي أول شيء أمانة في رقابتي. الله يحييك. من رقابنا. الله يحييك. الله يحييك. وخياركم. خياركم لأهلي. وأنا خياركم لأهلي. وأنا خياركم لأهلي. وصحيح لك الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنون إليها وجعل